بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يسر مؤسسة صدى بن الخطاب الإسلامية بالدمام أن تقدم لكم هذه الخطبة، والتي هي بعنوان الاكتئاب أثره وعلاجه، لفضيلة الشيخ سلطان العوي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، الشكوى من الاكتئاب وانتشار هذه الظاهرة والحاجة المتزايدة إلى العيادات النفسية، كل هذا ليس غريباً على مجتمعات لا تؤمن بالله ربًا ولا بالإسلام ديناً ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً. لكن العجيب الغريب أن يكثر ذلك في مجتمعات المسلمين، حتى صار من المألوف أن نسمع ونقرأ قصصاً تحكي انتحار بعض المسلمين والمسلمات أو محاولات لذلك. عباد الله، حديثنا ليس عن اكتئاب طارئ يأتي في لحظة ثم يزول، فهذا لا يسلم منه أحد. إن حديثنا عن حالات مزمنة من الاكتئاب لا يعرف أصحابها سبب الاكتئاب، يعيشون بلا هدف، لا يستطيعون التركيز، لا يستطيعون التعامل مع أحد. فما السر أيها الإخوة المؤمنون؟ إن الغربيين مع كونهم سابقين في مجال المدنية والتحضر، إلا أن مبادئهم وحياتهم وأهدافهم ودوافعهم كلها مادية بحتة، ليس لهم أي عناية بالجانب الروحي. فليس بمستغرب أن يكثر فيهم الانتحار، وليس بمستغرب أن يكثر فيهم الاكتئاب. وقد حدثني بعض من يعنون بالإحصائيات أن كثيرا من الغربيين اليوم يدخلون حتى في الدين البوذي الذي لا يصدق وهو أقرب إلى الخرافة، لكن عندهم خواء روحيا كبيرا. أيها الإخوة في الله، لعل هذا ما يفسر حاجة أكثر الغربيين إلى زيارة حانات الخمور في نهاية كل أسبوع. إذا جاءت ليلة السبت وليلة الأحد فترى الصغير والكبير، الشاب والكهل، الرجال والنساء يتسكعون في البارات وفي حانات الخمور والمراقص، ثم يخرجون أشبه ما يكونون بالكلاب، وهذا معروف في الدول الغربية، حتى إنهم أكرمكم الله يتبولون في الشوارع، وهذا لا ينكره أحد. هذه الحالات التي وصلوا إليها إنما هي نتيجة لخلو الروح، وهذا أيضا سر انتشار المخدرات وأوكارها في كثير من بلدان العالم. ومع الأسف الشديد، لما صار الغربيون فتنة للذين لم يثبت إيمانهم، ولما صارت الحضارة الغربية بزيفها وانتفاشها وتقدمها الفعلي في كثير من مجالات الدنيا، لما صارت سببا
لانخداع كثيرين ممن يضعف إيمانهم بالله، حتى صارت حتى صار الغرب قبلتهم بلا تمييز بين طيب وخبيث. لما صار الغربيون قبلة لبعض المسلمين وقدوة في كل شيء، حتى في طريقة حياتهم وتعاملهم مع كل ما يدور حولهم، تأثر بعض المسلمين بهذه المظاهر السيئة، فانتقلت العدوى إلى كثير من بلدان المسلمين، فصار كثير من المسلمين يشتكون مما يشتكي منه الكفار: ضيق واكتئاب، حاجة ملحة إلى زيارات العيادات النفسية. عباد الله، هذه نتيجة حتمية لمن يقدم خدمة الجسد على خدمة الروح، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعله جسدا وروحا، وأعطى لكل جزء خصائصه وحاجته، وعلق الله الفلاح بسمو الروح لا بسمو الجسد، فأجسادنا لا نملكها ولا نملك صنعها، فالله هو الذي يعطي الطول والقصر، وهو الذي يعطي غير ذلك. أما الأرواح فهي تزكو، ولذلك قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. كما أنه جل وعلا أمر بالمحافظة على الأجسام لأنها وسيلة لحفظ هذه الأرواح، فقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إن الإنسان نصفه روح ونصفه جسد، فمن صار غايته جسده لم يعد إنسانا. ألم نقرأ ونسمع قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا؟ ألم نقرأ قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهم بشر وهم من بني الإنسان، لكنهم أردأ من الحيوان. قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الله جل جلاله خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته، ولا يمكن أن نعبده إلا إذا عمرنا الأرض واكتسبنا الرزق وسعينا في هذه الأرض. هذه وسائل، وهذه العبادة المطلوبة منا منسجمة تماما مع إنسانيتنا، فالعبادة تلبي حاجة الروح، والتوازن بين الروح والجسد لا يملكه إلا المؤمن. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله لا بالغناء، بذكر الله لا بمجالس الغيبة والنفاق، بذكر الله لا بمشاهدة الأفلام، بذكر الله لا بالصفق في الأسواق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا ولو راجع أكبر طبيب في العيادات النفسية. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الأمر يعرفه أكثر المسلمين، نعرفه جميعا إلا من رحم الله، نعرفه نظريا، ومع ذلك يشتكي كثير منا القلق والاكتئاب والاضطراب، فما المخرج وما الحل؟ الجواب واضح ولله الحمد. الجواب هو أن الخلاص من هذه الأمور ليس بالأماني والكلام فقط، فكما أن الإنسان لو لم يسعى في جلب الرزق لبقي فقيرا، ولو لم يتزوج لما رزق الولد، فكذلك هذه المسألة تحتاج إلى عمل وإلى جد وصدق. فنحن نعلم ونسمع في أحيان كثيرة كيف يطمئن العبد وينشرح صدره، ولكننا لا نطبق شيئا من ذلك. الذي لم يعمل الصالحات، ولم يبادر في فعل الخير، ولم يراجع حساباته ليصحح وضعه فعليا،
كيف ينشرح صدره؟ كيف يطمئن وهو بلا عمل صالح وذكر دائم واتصال بالله مستمر؟ الصلاة وهي الصلة بين العبد وربه، من منا يقيمها؟ لا نقول نؤديها، قال الله تعالى أقيموا الصلاة، وفرق بين من يقيمها ومن يؤديها. الذي يؤديها كأنه يزيح همّا عن نفسه، أما الذي يقيمها فهو الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، حاجات الروح أهم بكثير من حاجات الجسد. هذا الجسم كل يوم نعطيه أكثر من حاجته. أجسادنا نعطيها أكثر من حاجتها، بل ربما أكثرنا عليها فجلبنا لها الأمراض. إن حاجات الجسم إذا انقطعت فإن غاية ما في الأمر هو هلاك الإنسان في الدنيا، ثم ماذا؟ كلنا هالكون. لكنه إذا انقطع الزاد عن الروح خسر العبد الدنيا والآخرة، وكان في جهنم معذبا لا يموت فيها ولا يحيا. أيها المسلمون، كثير من عقلاء الغربيين والشرقيين صاروا يصرحون بأهمية الجانب الروحي، وهناك مراجعات على مستويات مختلفة وكثيرة توصي بإعطاء التدين حقه، ويقولون إن العالم مقبل على هاوية إذا لم يستدرك الوضع. ورغم أن كثيرا من هؤلاء الباحثين يقصدون عموم التدين حتى لو كان للأديان الباطلة التي أبطلها الإسلام، إلا أن هذا يدعونا نحن المسلمين إلى أن نكون أول من يراجع حساباتنا، أول من يراجع حساباته في هذا الباب هم المسلمون، والعلاج بين أيدينا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله، عند الحديث عن الاكتئاب والأمراض النفسية، وعند الحديث عن ذكر العلاج الذي هو كما قرر هو حسن الاتصال بالله وحسن التعبد لله رب العالمين، عند الحديث عن هذا الأمر لا يجوز أبدا أن يفهم مسلم أننا نقصد أن طاعة الله ستحول الدنيا إلى جنة كجنة الآخرة. لا لا، جنة الدنيا ليست كجنة الآخرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وكان يقصد جنة الطاعة وجنة التلذذ بالذكر، لكن هذه الجنة تختلف عن جنة الآخرة. إننا نقصد يا عباد الله أن طاعة الله ستزيل كثيرا من الهموم والاضطرابات، نعم، لكن أن تتحول الدنيا إلى حياة سالمة من كل كدر، لا، لا حزن فيها، لا هم، لا ابتلاء، لا آلام، لا وألف لا، فهي أصلا دار ابتلاء وامتحان، والسعادة المتصلة والنعيم المقيم إنما هو في الآخرة.
ولكن عبادة الله وطاعته والأنس بذكره، كل ذلك ينفي عن العبد دوام الألم، دوام الألم ولزوم الأحزان والقلق. وهذا ما ذكرناه قبل قليل من أنه لا يمكن أن ينفك أحد منا عن الهم أحيانا والاكتئاب اليسير أحيانا، لكنه في حدود الطبيعة. إن حديثنا عن حالات مزمنة كما قررنا. أما الألم فهو موجود في الدنيا لا انفكاك منه، أشرف الخلق وأقربهم لله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. سالت دماؤه الشريفة وضاق صدره في أحيان جاءت في سيرته، وأوذي عليه الصلاة والسلام واشتكى من الوجع عند موته عليه الصلاة والسلام. فهو بشر وهو سيد الخلق، ومع ذلك لأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان لا بد أن يمر علينا شيء يسير من ذلك. الألم موجود لأن الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن المؤمن المتصل بالله إذا مسه شيء مما يحزن رجع إلى ربه أكثر وصبر واحتسب، فانقلبت المحنة إلى منحة والمصيبة إلى زيادة في الحسنات وتكفير عن السيئات في الآخرة. بمعنى أن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن موعود بالثواب على الصبر، وعنده من الرصيد الروحي ما يملأ نفسه صبرا ورضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا أذى ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الإمام أحمد. ويجب أن نفرق جيدا يا عباد الله بين الألم والحزن الذي لا يسلم منه أحد والذي يعقبه مع الإيمان رضا وحسنات، وبين الاكتئاب والضيق الناتج من خلو الروح من الزاد والذي يقود إلى التفكير في الانتحار أو الانتحار نسأل الله العافية، أو يؤدي إلى الارتكاس في أوحال الرذائل من مخدرات ومسكرات ودور بغاء، فيتحول هذا المكتئب إلى عالة على كل من حوله، يتحول إلى قنبلة موقوتة لا يدرى متى تنفجر. عباد الله، ما هي أعراض الاكتئاب وكيف تعالج وما وسائل التخلص من بعض الحالات إن وجدت؟ سيكون هذا إن شاء الله حديثنا في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود المجرمين فإنهم لا يعجزونك، وعليك بالنصارى الخبثاء الظالمين. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم عجل عقوبتهم وأنت رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله الذي كتب السعادة على من أطاعه، وكتب الشقاء على من ابتعد عن شرعه وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن الاكتئاب الذي يشتكي منه كثيرون، وذكرنا أن هذا الأمر لا يستغرب صدوره من الكفار البعيدين عن ربهم، البعيدين عن ذكر الله الذي به تطمئن القلوب، ولكن العجب أن يصدر هذا القلق والاكتئاب من قلوب عرفت الله، ومن نفوس تعرف أن الله جل وعلا لم يخلقها إلا لعبادته. عباد الله، إن الإنسان لا يمكن أن يسلم من الهموم والأحزان، ولذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن أصدق الأسماء هو حارث وهمام، كما جاء في المسند بإسناد صحيح. فكل إنسان حارث، بمعنى أنه يسعى في رزقه، وكل إنسان همام، بمعنى أنه يهتم بما يريده وما يلقاه ويصيبه. والهموم على نوعين: هموم دنيوية وهموم أخروية. أما الهموم الدنيوية فهي إما أن تتعلق بالماضي، أو تتعلق بالحاضر، أو تتعلق بالمستقبل. لو تأملت يا عبد الله عن أسباب قلقك، أسباب ضيق صدرك بالنسبة لأمور الدنيا، فإما أن تتذكر شيئا مضى فيضيق صدرك عليه، وإما أن تنظر في حالك فتقلق، وإما أن تفكر في أمر مستقبل فيسبب لك ذلك شيئا من الاكتئاب والضيق والنكد. عباد الله، من هنا ينشأ القلق، من التفكر والتذكر. أما الهم المتعلق بالماضي فإن سببه في الغالب هو الإخفاق في عمل من الأعمال، أو التألم من إساءة الآخرين، أو التفكير في طلب الانتقام من أحد اعتدى عليك، أو الشعور بنكران الجميل من القريبين مثلا، أو تذكر مواقف مكروهة محزنة لا تريد حتى مجرد التذكر لها. وعلاج هذه الهموم المتعلقة بالماضي أن تنسى، فلننسها لا نتذكرها، الإهمال هو دواؤها، إلا إذا ترتب على التفكير فيها وتذكرها مصلحة شرعية، كتذكر التائب مثلا لذنبه، إذا دفعه ذلك إلى المسارعة إلى التوبة إلى الله، أو الإكثار من الطاعات. بعض الناس إذا تذكر أنه فعل ذنوبا عظيمة زاده ذلك من فعل الطاعات، وقال أنا بحاجة إلى الحسنات، فهذا أمر حسن. وهذه مسألة دقيقة، إذا أراد المسلم أن يطبقها فقد يقع في القلق والاكتئاب وهو لا يشعر. ولكن يجب أن نفرق بين التذكر الذي يدفعنا إلى عمل الآخرة، وبين التذكر الذي لا نجني منه إلا ضيق الصدر والاكتئاب. عباد الله، إن العبد الذي يريد السلامة من القلق هو ذلك الذي يعيش ساعاته دون النبش في الماضي، فمن الذي سيسلم من إساءة الآخرين؟
من الذي يسلم من الظلم؟ من الذي لا يمر عليه مواقف لا يريد تذكرها ولا تكرارها من الخطأ؟ أن يتصور أحد من الناس أنه سيعيش دون أن يخطأ في حقه، فإنه لا بد لكل واحد منا، ونحن نختلط بالناس، لا بد لكل واحد أن يقع عليه شيء من الظلم والخطأ. إن الإنسان بطبعه عنده ظلم وجهل، هذا إذا استبعدنا أن نكون نحن الظالمين. يقول الله تعالى عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل من طبع الإنسان. فإذا فهمنا هذه الحقيقة، وهي حقيقة بشرية، استرحنا من التألم، استرحنا من إساءة فلان وظلم فلان. ليس من الحكمة أن نشغل أوقاتنا ونكدر صفو نفوسنا بطلب الانتقام من كل من أخطأ علينا. فمن تضييع الأوقات أن تصرف الجهود لهذه الأمور. ألا يكفي أننا أضعنا أوقاتا ونحن نستمع ونتعرض إلى تلك الإساءات؟ ولذلك فإن الله جل وعلا أرشدنا إلى العفو والصفح، كقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. آيات كثيرة كلها تدعو إلى الصفح والعفو. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أراد بذلك أولا مصلحتنا نحن قبل مصلحة المسيء. وإن المسلم العاقل هو الذي إذا أحسن إلى الناس لا ينتظر ثوابهم، لا ينتظر ثوابهم، بل يتوقع إساءتهم. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض المتصدقين في الغالب ينتظر أن يدعو له الذي أعطي، فإذا أعطاه ريالا أو ريالين انتظر عنده لحظات حتى يسمع منه بعض الدعوات المتعلقة بالدنيا أو بالآخرة. لا تعود نفسك يا عبد الله على هذا، أرجل الجزاء من الله، من عند الله تبارك وتعالى فقط. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سئل الإمام أحمد مرة من المرات، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ يقول: أريد السلامة من الناس، أنا لا أتحمل الإساءة. بعض الناس لا يتحمل الإساءة، كيف أسلم؟ قال: أحسن إليهم ولا تنتظر الإحسان منهم، وإذا أساءوا إليك فلا ترد إساءتهم، وعساك أن تسلم. نعم أيها الإخوة، إن من طبع الناس أنهم يخطئون ويجهلون ويظلمون، وإن المنتظر لثواب الناس قد يتألم أسفا لكثرة الجاحدين وكثرة الناسين وكثرة الغافلين. تحسن وتحسن وتحسن، وهؤلاء الذين يحسن إليهم بعضهم يجحد وبعضهم ينسى وبعضهم يتغافل وبعضهم كأنه هو الذي أحسن إليك. إن الرجل الذي لا يريد العقد النفسية ولا القلق ولا الاكتئاب هو الذي يفرح إذا أحسن إلى الناس، ويخجل ويستحي إذا أحسن إليه. هذا هو الذي يبحث فعلا عن السلامة. إن الإهمال والغفلة المقصودة عن بعض أخطاء الناس، أخطاء الآخرين، من أعظم أسباب السلامة من الهموم المزعجة. ولذا قال أحدهم: وقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا يعنيني. سبحان الله، يسمعه يسبه ويقول لعله أراد غيري، حتى يرتاح، حتى يطمئن. وكذلك كل موقف في الماضي يسبب لك الضيق والنكد والاكتئاب ابتعد عنه،
ولا تسترسل في تذكره وانشغل عنه. هذا بالنسبة للهموم المتعلقة بالماضي. أما الهموم المتعلقة بالحاضر بواقعنا، فإن سببها في الغالب إما الانهماك في عمل محرم مخالف للشرع، فتجد بعض العصاة عنده قلق، عنده ندم، عنده ضيق، لكنه لا يستطيع أن يعبر عنه. علاج هذا الإقلاع عن الذنب، تركه. المجلس الذي تعصي الله فيه ابتعد عنه. الذنب الذي أنت واقع فيه أقلع عنه وبسرعة، تب إلى الله تبارك وتعالى وستجد انشراح الصدر. وإما أن يكون السبب هو الشعور بالنقص، الشعور بعدم الثقة في النفس، وهذا قد يكون نتيجة نقص معين في الإنسان. كان يكون الإنسان فيه عيب خلقي أو عاهة على سبيل المثال، قد يكون غريبا على المجتمع الذي هو فيه، قد تكون وظيفته ليست مناسبة في نظره أو نظر المجتمع. والقاعدة التي يجب أن نطبقها في هذا الباب: لماذا يهتم الإنسان ويقلق ويستحي من أمر ليس له فيه دخل، أمر لم تصنعه يداه؟ لماذا يقلق عاقل بسبب أمر لم يتسبب فيه؟ إن الله عز وجل لحكمة يعلمها وهو العليم الحكيم ميز بين الناس فجعلهم متفاوتين في الخلق، متفاوتين في الخلق، متفاوتين في الرزق، في النسب، في اللون، في الإمكانات والطاقات والذكاء والتفوق. فلماذا نقلق؟ إذا اجتهد الإنسان وأدى ما عليه لماذا يقلق بعد ذلك؟ لماذا يضيق صدر أحد ابتلاه الله بعاهة من العاهات؟ من الله، رفعة لدرجاته وتكفير لسيئاته. لماذا يقلق الإنسان أنه ليس غنيا؟ فالغنى والفقر من الله تبارك وتعالى. لماذا يقلق الإنسان أنه ينتمي إلى بلد كذا أو إلى نسب كذا؟ ليس بيده الأمر، فلماذا يقلق؟ هو يقلق من إساءة الناس بسبب هذه القضايا، هذا جهل. فالناس لا ينفعون ولا يضرون. ومن قرأ سير السلف رأى عجبا. خذوا على سبيل المثال عطاء ابن أبي رباح، هذا العالم المفسر الجهبذ، ذكروا أنه كان عبدا أسود دميم الخلق الخلقة جدا، حتى بعض الناس لا يطيق النظر إليه، ولكن ذلك لم يمنعه من أن يكون مفتي مكة الأول. كان بعض الصحابة يحيل إليه في الحج وهو تابعي، فقد كانت همة هذا الرجل رحمه الله همة عالية، كانت تطلعاته قد أبلغته المراتب العليا، فقدم الكثير لنفسه وقدم الكثير لأمته. كثيرون من نقرأ عنهم أو نسمع عنهم ونسمع أنهم حققوا ما يعجز عنه الآخرون وهم أصحاب عاهات، أو ينتقصهم بعض من لا تمييز عنده. هذا بالنسبة للهموم المتعلقة بالواقع والحاضر. أما الهموم المتعلقة بالمستقبل فهي التي دافعها الخوف من أشياء: الخوف من الموت، الخوف من الإخفاق في عمل من الأعمال، الخوف من الفقر، الخوف على الرزق، الخوف من أي أذى يقع على النفس أو المال أو الولد. وهذه الهموم علاجها هو التعلق بالله رب العالمين وإحسان الظن بالله والتفاؤل، فإن الفأل من الله، وهو حسن الظن برب العالمين، والتشاؤم من الشيطان وهو سوء ظن بالله تبارك وتعالى. فإذا ما فكر العبد بأمر مستقبلي ثم توقع الإخفاق فعليه أن يعيد الثقة بنفسه وأن يتوقع أحسن النتائج. وعلينا أيضا أن نهيئ أنفسنا لأي إخفاق أو فشل،
ونذكر الإخوة بأن هذه المسائل متعلقة بالدنيا. نحن لا نتكلم عن الذي يخشى الآخرة، نحن لا نتكلم عن الذي يخاف من سوء عاقبته في الآخرة، نحن لا نتكلم عن إنسان يخاف ذنوبه، نحن نتكلم عن أمور تتعلق بالدنيا. علينا أن نهيئ أنفسنا لأي إخفاء، لأي فشل، وأن نتقبل ذلك بصدر واسع ونفسية مطمئنة. وعلينا أن نفكر بهدوء في أمثل الطرق التي تخفف من آثار هذا الإخفاق. هذا هو المنطق، وهذا هو العقل، وهذا هو الأصل في التعامل مع هذه الهموم. إن أنجح الناس هو من يملك القدرة على تحويل المر إلى حلو والإخفاق إلى نجاح. إنه الذي يعالج الأزمات فيخرج منها سالما غانما. وجماع ذلك كله أن تعلم أيها المسلم أن الأمور بيد الله وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الناس لن يبلغوا أن يضروا أحدا، ولن يبلغوا أن ينفعوا أحدا ولو اجتمعوا على ذلك. الرزق بيد الله، العزة بيد الله، كل شيء بيد الله، يعطي ويمنع، يعز ويذل، ويرزق من يشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمداً يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، يسأل كثيرون عن علاج القلق وعلاج الاكتئاب، ويهب كثير منهم إلى العيادات النفسية، ولا بأس من أن يذهب إلى مثل هذه العيادات، لا سيما إذا كان الطبيب مسلماً، وكان الطبيب عاقلاً، وكان قادراً على إفادة المرضى وإعطائهم ما يناسبهم من العلاج. علاج الاكتئاب والقلق هو أمر يهم أكثرنا، والصواب أن وسائل العلاج كثيرة جدا، ولكن من أهمها العمل والانشغال، فإن الفراغ في الغالب يولد الملل والتفكير والقلق والاكتئاب. وإن مجرد الانشغال في عمل مباح بأي عمل مفيد يقي الإنسان شر الاكتئاب والقلق. ولو تأملنا في حال أكثر الذين يصابون بأمراض نفسية وما شابهها، نجد أنهم عندهم فراغ كثير، حتى لو كانوا موظفين فهم بعد الوظيفة لا يستطيعون أن يشغلوا أنفسهم ولا نصف ساعة. إن الانشغال بأمر مفيد من أحسن علاجات هذا القلق والاكتئاب الذي يصيب كثيرا من المسلمين اليوم. ومن أحسن الأعمال تقديم الخدمة للآخرين، محاولة إسعاد الناس، البذل من أجل الناس، هذا لك فيه أجر عند الله، وكذلك أيضا لك مصلحة دنيوية، وهي أن تبتعد عن القلق والتفكير والملل، وأيضا يشكرك الناس ويعرف لك جميلك. فإن الذي يرسم البسمة على شفاه الآخرين يجد البسمة في قلبه قبل العمل وبعده. ومن أسباب علاج الاكتئاب والقلق عمق الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لكن كثيرا من المسلمين لا يتجاوز هذا الإيمان الحد النظري،
يعرف فقط الإيمان بالقضاء والقدر، لكن كيف يستفيد من هذا الركن؟ عنده عجز كبير في الاستفادة من هذا الركن. الإيمان بالقضاء والقدر يسلي المسلم ويبعد عنه الأحزان والاكتئاب. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أكمل الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. فكل شيء مقضي مكتوب، فلماذا الجزع ولماذا الهلع؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه مسلم. ومن أسباب العلاج الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالآخرة يورث الإنسان الرضا بما يصيبه ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى، ويورثه أيضا الطمع في الأجر الأخروي، وهذه من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وهي ثمرات عاجلة في الدنيا. ومن أعظم أسباب دفع الاكتئاب والحزن والقلق توحيد الله تبارك وتعالى، فإن المشركين هم أعظم الناس قلقا، ولذلك كان الانتحار فيهم كثيرا جدا، وكلما عظم التوحيد تصاغر الاكتئاب، وكلما قل التوحيد زادت الهموم وزاد القلق. ومن هنا جاءت السنة، لو تأملنا فيها، بأنواع من الأدعية تطرد القلق والهم والحزن، وأكثرها وغالبها يشتمل على التوحيد. فما علاقة التوحيد بالهم والقلق والاكتئاب؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله من أنفع الأشياء في طرد الاكتئاب. يقول صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. توحيد، التوحيد يطرد القلق، يطرد الشيطان الذي يجلب لنا هذه البلايا. هذا حديث صحيح رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت، أي اكتئاب بعد ذلك، وأي قلق وهو يعيش في بطن هذا الحيوان في أعماق البحار. دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه الترمذي. وهذه بعض الأحاديث، ولو تأملنا فيها لوجدنا أنها تشتمل على توحيد الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، يجب أن نعلم أن سبب كثرة القلق بين المسلمين اليوم هو ضعف توحيدهم، الذي سببه كثرة معاصيهم وجهلهم بأمور التوحيد. ومع الأسف الشديد، فإن كثيرا من هؤلاء لا يقرون بجهلهم، فهم يزعمون أنهم يعرفون التوحيد لأنهم نشأوا بين أبوين مسلمين، وهذا تلبيس من الشيطان. فالتوحيد لا يتحقق إلا بالعلم، لا يتحقق إلا بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، ويلي ذلك العمل بما تعلمه الإنسان. عباد الله، إن الإيمان بالله حقا هو أعظم وسيلة للشفاء من جميع الأمراض النفسية. والآن البشر المعذبون بين أيديهم الشفاء، لو أنهم تطلعوا إلى رحمة الله ورجعوا إلى شرع ربهم، ويجب أن يدرك هذا جميع الناس، يجب أن يدرك هذا جميع الأطباء النفسيون، مسلمهم وكافرهم، أن الرجوع إلى الله خير لهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة،
هذا بعض ما يتعلق بالقلق والاكتئاب والهم الدنيوي المتعلق بالدنيا. فيا ترى هل هناك هم آخر؟ نعم، إنه هم الآخرة، وإنه هم التفكير في المصير المحتوم، هم التفكير في الحياة الخالدة. سيكون هذا إن شاء الله حديثنا الجمعة القادمة، نسأل الله تعالى أن يوفق لذلك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل قلوبنا تطمئن بذكرك. اللهم اجعلنا ممن يطمئنون بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم وأبعد عنا كل ما يكدر صفو قلوبنا. اللهم وأبعد عنا وعن جميع المسلمين الأحزان والاكتئابات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله حجةً على الخلق أجمعين وهدايةً للبشرية. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فقد تحدثنا فيما مضى عن ظاهرة الاكتئاب والقلق وضيق الصدر الذي يشتكي منه كثير من الناس، وتناولنا الحديث عنه من خلال معرفة بعض الظواهر والأسباب، ثم تحدثنا عن القرآن وكيف يعالج مثل هذا المرض بكتاب الله تبارك وتعالى، ويعالج أيضا بأمور أخرى تحتاج إلى تأمل وتفكير. أما اليوم فإن حديثنا عن هم من نوع آخر، عن قلق يختلف كثيرا عن الذي تحدثنا عنه. إنه الهم الذي يتعلق بالآخرة. وانظر يا عبد الله كيف يفرق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفرق بين هم الدنيا وهم الآخرة، فيقول عليه الصلاة والسلام: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إن هموم الدنيا بمقدورنا أن نتغلب عليها
وأن نقاومها ونعالجها فتنتهي وتنتهي أسبابها. أما هموم الآخرة فمن المحال أن نتغلب عليها، لأنها آتية واقعة لا محالة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن التهرب من هموم الآخرة وعدم التفكير فيها إنه نقص في العقل، فإن من تعامى عن هموم الآخرة يسيء إلى نفسه مرتين: مرة بتغافله عن الحقيقة، والثانية أنه يبعد عن نفسه سبباً هاماً من أسباب علاج الاكتئاب. وقد يسأل سائل فيقول: ما معنى التعامي عن الآخرة؟ وماذا يعني إهمال التفكير فيها؟ فالجواب هو أن يصرف العبد نفسه عن التفكير في الحساب والعذاب والنار والقبر، فتراه يكره ذكر الموت ويزهد في كل مجلس يخوفه من الله، لا يحب مجالس الوعظ ولا كلام المرشدين، يكره التخويف من النار. ويظن المسكين أن السلامة من هذه الأمور هي سبب طمأنينته وهي سبب فرحه، ويظن أن عدم التفكير في الآخرة يبعث عنده التفاؤل في الحياة الهانئة الهادئة. وما يدري المسكين أن هذه هي الغفلة التي أدت بكثير من الخلق إلى أن يكونوا وقوداً لجهنم، حتى إذا فارق الدنيا هذه الدنيا الفانية يتبين له ما كان يتعامى عنه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن هم الآخرة يدفع الإنسان إلى العمل الصالح ويدفعه إلى الكف عن اتباع الهوى والشهوات. إن هم الآخرة في حقيقته علاج للهموم وللاكتئابات المزعجة، علاج لكل قلق. سبحان الله العظيم، أيعالج الهم بالهم؟ نعم، إذا صار الإنسان لا يهتم إلا لآخرته ويخاف من الخسارة الكبرى عند لقاء الله، فإنه سيقصر عن كثير من المعاصي التي هي من أهم أسباب الاكتئاب. ويكفيك يا عبد الله أن تتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. عباد الله، يا ترى ما الذي كان يدفع بعض السلف الصالحين حتى صاروا قدوات يصعب أن يوجد أمثالهم في مثل زماننا؟ لا شك أن من أعظم الأسباب التي كانت تدفعهم إلى مثل هذه الأعمال التي يعجز كثير منا عنها، لا شك أن من أعظم الأسباب خوفهم من الله. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كثير البكاء، وعمر رضي الله عنه كان في وجهه خطان أسودان من أثر البكاء، وكان بعضهم إذا ذكر الموت ينتفض كما ينتفض الطائر، وبعضهم يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم يذكر النار والصراط والحساب فلا تذوق عيناه نوما. ولذلك فقد مدح الله تبارك وتعالى الذين يقلقون بسبب الآخرة، فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى في مدح المؤمنين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إذن فقد كان يصيبهم القلق ويهتمون، لكنه فرق كبير وشتان بين من يهتم لآخرته
وبين من يهتم لدنياه، فالأول عبد لله حقا، والآخر عبد لنفسه وللدينار والدرهم. وكذلك أيها الإخوة في الله، من أنواع الهموم الأخروية التي يمدح من وقع فيها هم الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. إن كل من سلك طريقا من هذه الطرق، طريق الدعوة وطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يصيبه أحيانا بعض الهم والقلق والغم، لأنه يدعو الناس إلى أمر أكثرهم يعرضون عنه، فهو يحزن لأجل إعراضهم وعدم استجابتهم، ويتألم لحالهم، ويشفق عليهم ويرحمهم. وهذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إنك يا عبد الله لا تتصور الحالة النفسية لشخص يجتهد في إصلاح الناس ويرشدهم إلى كل خير، يبذل كل شيء من أجلهم، ثم لا يجد منهم استجابة، لا يجد منهم جوابا. قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم مهلك نفسك حزنا عليهم. وقال الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إنه هم العظماء، هم الرجال الذين يعيشون لغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان والنبي وليس معه أحد. رواه البخاري. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا العدد الكبير من السنين ماذا تكون نتيجته؟ نتيجته يقول الله تعالى بعد أن نجاه في السفينة: وما آمن معه إلا قليل. وما آمن معه إلا قليل، فكيف لا يكتئب وكيف لا يقلق وكيف لا يحزن وهو قد بذل وبذل، ثم إنه لم يرى استجابة ونتيجة من هؤلاء المدعوين. هؤلاء الأنبياء ما ضرهم عليهم الصلاة والسلام، ما ضرهم لو لم يهتموا، لكنه الحرص على نجاة الناس وعلى هدايتهم. ومن ذلك اهتمام بعض الآباء بصلاح أولادهم ومتابعتهم لهؤلاء الأولاد، حتى إن بعض الآباء ربما لا ينام من شدة ما يجد من خوفه على أبنائه وحرصه على صلاحهم، فهؤلاء مأجورون. أما الذي ينام ملء عينيه ولا يسأل عن أولاده، فهذا والله سينتظر حسابا لأنه ضيع الأمانة. الاهتمام بالحلال والحرام في الكسب، التحري، كل هذا ينتج عنه هما، كل هذا ينتج عنه هم كبير، لأن الإنسان الذي يخاف من الله يخاف حين يدفع ويخاف حين يقبض، يخاف أن يدخل في جوفه شيء من الحرام يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. إنه الورع الذي يجعل الإنسان يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام. وليس هذا بالأمر السهل، بل إنه يسبب له أنواعا من القلق أحيانا. إن بعض الصالحين إذا فاتته صلاة الجماعة سالت دموعه على خديه ولو مرة واحدة من شدة ما يجد من التفريط في أجر عظيم قد فاته. وكثير من الناس اليوم يفعلون العظائم ويتركون الفرائض والواجبات وكأن شيئا لم يحدث، وإذا أصابهم أي أمر في دنياهم
صاروا قلقين مكتئبين لا يستطيعون أن يكلموا أحدا. أعرفنا الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ عباد الله، إن الهم الأخروي هو الذي يدفع الإنسان إلى الخروج من هذه الدنيا سالما، أما هموم الدنيا فهي لا تنتهي، وإذا انتهت فإن نهايتها ليست مربوطة أبدا بالسعادة التي سنستقبلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وماذا أن تكون الدنيا أكبر همنا؟ معناه أن تزاحم هم الآخرة التي من أجلها خلقنا وكلنا سنصير إليها، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد اهتم العلماء بموضوع الاكتئاب والقلق، وألفت في هذه المجالات كتب كثيرة يمكن أن يستعين بها العبد بعد الله تبارك وتعالى. ولا شك أن على رأس هذه الكتب كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه الهدى والنور، لا سيما مع التدبر، لا سيما مع معرفة التفسير والعمل بهذا الكتاب. فإنه قد سبق أن ذكرنا آيات كثيرة فيها أن القرآن شفاء للصدور والأبدان. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم إن هناك أيضا كتبا تعالج كثيرا من هذه الهموم، منها كتب الأذكار التي ألفها علماؤنا رحمهم الله، وهي كثيرة جدا يصعب حصرها. وهناك أيضا مؤلفات فيها معالجات خاصة لكثير من هذه الأمراض النفسية الناتجة عن الشبهات والشهوات. ومن أحسن هذه الكتب ما سطرته يد الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا الكتاب مهما قرأت فيه يا عبد الله، فإنك في كل قراءة ستجد فائدة تعالج بها نوعا من الأنواع التي هي أمراض يشتكي أكثرنا منها. هذا الكتاب كلما قرأته تشعر بالفعل أنه يصب في مشكلة أنت تعاني منها. فسبحان من علم هؤلاء العلماء حتى صاروا أطباء قلوب. ومن الكتب المعاصرة التي تعالج الاكتئاب كتب ألفها غير مسلمين، وهي كثيرة جدا وبعضها مترجم، وبعض المسلمين كتبوا على غرار هذه الكتب كتابات تجنح إلى الناحية الدنيوية البحتة ويبتعدون عن الأساليب الشرعية. ومن أشهر ما ألف في هذا الباب كتاب يعالج القلق والاكتئاب من منظور مادي بحت، وهو كتاب دع القلق وابدأ الحياة. وهذا الكتاب مشهور، يعرفه أكثر المثقفين، وترجم إلى لغات كثيرة جدا، ومؤلفه أمريكي هذا المؤلف ذكر في كتابه بعض الفوائد وهي قيمة، لكن مؤلفه كافر بالله العظيم، كافر بالله تبارك وتعالى. وقد قررنا أن التوحيد، أن لا إله إلا الله، وأن هذا الدين العظيم هو أصل انشراح الصدر، فكيف بكافر أن يعالج مشاكل الناس وفاقد الشيء لا يعطيه؟ نعم، الكتاب فيه بعض الفوائد،
لكنه مبني على جرف هار، فقد كانت حلول هذا المؤلف مؤقتة، هي أشبه بالمخدر. ولذا فلا تعجب يا أخي المسلم، لا تعجب إذا علمت أن هذا المؤلف الذي ألف كتابه الشهير دع القلق وابدأ الحياة مات منتحرا، لأن لا إله إلا الله لم تكن في قلبه. والحمد لله على الدين، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. عباد الله، في آخر حديثنا نذكر بعض الناس الذين تنتابهم حالات من الضيق والاكتئاب ولا يعرفون السبب. تسأله: ما سبب ضيقك؟ ماذا تريد؟ يقول: لا أدري. وهذه مشكلة كبيرة جدا. تسأله: ماذا أصابك؟ ماذا يمكن أن نحققه لك حتى يزول عنك، حتى يزول عنك ما تجد؟ فالجواب: لا أدري. إن هذا في الغالب يكون بسبب البعد عن الله تبارك وتعالى، والتقصير في الطاعات، والانهماك الشديد إما في المعاصي أو فيما لا ينفع من المباحات. هذه عقوبة عاجلة، فإن الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تأمل في قوله معيشة ضنكا، وما تحمل هذه العبارة من ضيق صدر ونكد وقلق واكتئاب. والسعيد هو الذي يستثمر هذه الحالة فيحولها إلى سبب خير له في الدنيا والآخرة. السعيد هو الذي يشعر أن هذا الضيق بسبب المعاصي والتقصير في ذات الله، فينطلق إلى العمل الصالح، فإذا بالصدر ينشرح، وإذا به يقبل على كل خير، ويجد آثار هذه الطاعة في الدنيا، فكيف إذا لقي الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا، وأن يهدينا للحق، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا وأعمالنا، واختم لنا بكل صالحة يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعلنا ممن يطمع في الآخرة ويزهد في الدنيا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم واجعلهم غصة في حلوق اليهود يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.